لحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه لاباس عليكم. توحشتكم كي دايرين؟ صحيح ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. غنتلاقاو في فيديو غنهضروا على الخدمه، غنهضروا على العمل، غنهضروا على الخدمه على طريق شي كومبلوا سيرفيس سي زو. بزاف البنات يعرفوا هذه الطريقه تاع الخدمه، تتخدمي بوحدك مع شي شخص تيكون لومبلويور تاعك بينك وبينه. فوالا، في هذا الفيديو غنهضروا على الخدمه شي كومبلوا سيرفيس. فوالا، غنشرح فيه شحال من حاجه ونهضر لكم على تجربتي لانني انا خدمت به وتخدمت به حتى هو، لان مزيان فيه بزاف الايجابيات بيان سور فيه السلبيات. المهم السلبيات صغيرين والايجابيات بزاف بيان سور. المهم هذا الفيديو غنهضروا فيه على شي كومبلوا سيرفيس. لحباب، هنهضروا في هذا الفيديو على شي كومبلوا سيرفيس سي زو. هو تتخدمي او تخدم الاخوان الاخوات لكل شيء مع بينك وبين لومبلويور. لومبلويور شكون هو؟ لومبلويور تكون غير شخص ماشي شركه، ماشي حتى شي حاجه، ماشي شركه. يعني مثلا انا تنعرف بزاف الاخوان خدامين دايرين لو جارديناج ما بين تيخدموا عند العائلات، عند الفاميلات، تيمشوا تيدخلوا عند الفاميله يا هذيك تيقادوا لها الجرده وهذاك الشيء بينك وبينهم. يعني مولات الخدام عندها هي اللي تتقيدوا واللي تسجلوا. وكاين في الانترنت شي كومبلوا سيرفيس لو سيت تاع هادشي، يعني كنت يوصلوا البراوات حتى للدار بيان سور. سميتو تتكوتيزي على حساب لا روتريت، تتكوتيزي في كل شيء، و اون بلوس تكون عندك لي بوين بارابور او كونط بروفيسيونيل. يعني هادشي كومبلوا سيرفيس بحالو بحال خدامي، غير هو الفرق انك خدام بينك ما بينك وبين واحد الشخص ديريكت. ما كاينش لومبلويور، ما كاينش انت سالاري بينك وبين هذاك الفاميله ولا هذاك الشخص. وبيان سور تتنظم، تدير ان بلانينغ وتتفاهم معاه على قبلت الكونجي، على قبلت شحال من حاجه هي هذيك. باش يكون الفيديو فيه شرح مزيان بالنسبه للاخوات والبنات وحباباتي، مثلا انا وعد بلمس من قوت انا مهم واحد انصح واحد القوس. انا ديجا كنت خدامه شي كومبلوا سيرفيس، كنت خدامه سالاري مع الباتون تاعي، وفي نفس الوقت كنت خدامه شي كومبلوا سيرفيس، كنت نمشي تندير لاكومبانيومون عند واحد السيده تنجلس معاها نهار الحد. والطريفه تتختلف وتتنيغوسيا، وانا هضر في هذا الفيديو نات، يعني ما نهضرش بغيت، انا هضر نيت باش سميتو يبان لكم. كاينين شي بنات خدامين في شي كومبلوا سيرفيس دائما تتكوتيزي لا روتريت، تتكوتيزي بول امبلوا، يعني عندك الحق بول امبلوا اللي فقدتي الخدمه ولا العمل ولا داك الشخص مات ولا شي حاجه. المهم نفس الشيء بالنسبه للدراري الاخوان اللي تيديروا الجارديناج، يعني تيقادوا الجرادي. وكاينين اخوان خدامين تيمسحوا هادوك لي دايرين شي كومبلوا سيرفيس بالنسبه هادوك الجاج تاع الديور، الجاج يعني هادوك لي بيفيتري الكبار خدامين عند الناس، يمشيو يديروا واحد ساعه ولا ساعتين تيمسحوا الجاج تاع الدار كلها. وراكم عارفين في فرنسا كاين بزاف لي بيفيتري وكاين شراجم كبار وداك الشيء. تتختلف الطريفه، يعني انا مثلا مشيت كنت مقابله هاد السيده، يا هذيك باش ضروري تنعطي امثله باش يكون عندكم الصوره واضحه. كنت نقابل هذه السيده، انا مفاهمه مع السيده اللي كانت عندها هذيك لا كاباسيتي مونطال، يعني اللي كانت عندها ديك القدره بانها هي اللي تجيري تبارك الله، اللي كانت هذه السيده انا اللي هنقابل تحت الوصيه سو توتيل ولا سو كوراتيل. كاين الفرق ما بين توتيل وكوراتيل. توتيل هي ما بجوجهم ما تيبقاش عندها الحق انها تجيري فلوسها، اما تيكون ان توتور لو جوج
تاع لي زادولت هو تيقول لي بانك هو اللي تيختار لو تيوتور بالنسبه لديك السيده باش يحضر ليها فلوسها ويجري ليها الفلوس وهذاك الشيء، لانه من تيكبروا في العاج يقد شي واحد يستغلهم وهذاك الشيء، ولا تتكون هذيك السيده عندها واحد الكونطابل هي اللي تتجاري ليها لي فاكتور والفاتورات وداك الشيء وداك الشيء وداك الشيء، وهي اللي تتفهم في لي تاريف بالنسبه للناس اللي غيخدموا عندها واللي قابلوها وداك الشيء. يعني انا مثلا خدمت عند هاد السيده نهار الحد، درت عندها واحد الصبحيه قولي مع ديك 8 حتى لديك 12، هي هذيك نتفاهم مع السيده اللي كان عندها ديك لا كاباسيتي مونطال، نتفاهم معها على الثمن، ولا نتفاهم مع هذاك لو تيوتور، ولا نتفاهم مع الفاميلا، ولا نتفاهم مع الكونطابل، فهمتي؟ لان بعد نوبه تكون الفاميلا اللي شاده اللي تجيغي الفلوس تاع السيده الكبيره ولا السيد الكبير ولا السيد والسيده، بعد نوبه تيكونوا جوج، ولا الكونطابل ولا لو تيوتور ولا الكوراتور هو اللي تيجيري، تتفاهم معهم على قبل اللي سميتو، تتقول لهم هما تيقلبوا على شي واحد جلس مع ديك السيده ما لقاو حتى شي حد. انتيا انا غنمشي نقابل هذيك الشيء السيده، نقول لي الطريفه تاعي، نقول لي 15 اورو للساعه، نقد نقول لي 16 اورو، نقد نقول لي 12 اورو، ولكن بالنسبه من تكون عندك ديبلوم وتتكوني تتميتريزي واحد الخدمه واحد الحاجه، ما هتنزليش على 14 15 اورو للساعه لا كومبانيومون، ماشي الميناج، كاين الفرق ما بين لا كومبانيومون وعندهم ديبلوم وصحاب الميناج، يعني فرق كبير، فهمتوني؟ وكاين فرق ما بين نهار عادي وما بين الحد وما بين جوغ فيغيي. يعني انا اللي جيت غنخدم نهار الحد عند ديك السيده غنطلب منها واحد 15 16 اورو، ولكن نهار يكون جوغ فيغيي يكون دوبل ولا بلوس 25%، هادشي غير مثلا تنشرح ليكم، فهمتوني؟ يعني هذاك الشيء اللي هضرتي فيه النهار الاول وتفاهمتي معاه مع السيد ولا مع السيده باش تخدمي عندها، يعني هذاك النهار من هاد الجي هي احتاجت انك تخدمي عندها تفاهمي معاها. نهار الحد تعطيني 15 اورو وتزيديني 25% اللي كان جوغ فيغي، اللي كانت عطلة تاع الدينية ولا عطلة جوغ فيغي، فوالا فهمتوني. كان وسط السيمانة 14 اورو، فهمتوني؟ يعني انت واش تفهمتي مع هذيك السيدة النهار الاول؟ الدراري اللي خدامين دايرين جاردينغي وداك الشيء تيتخلصو كثر، الاغلبية تياخد واحد 22 اورو 22 اورو للساعه، لان هذاك الشيء تاع الجاردينيه وقطع الشجار وداك الشيء فيه تماره. اما لا كومبانيومون راه كي تتكوني جالسه في الدار مدرقه على الشتا مدرقه على البرد وداك الشيء، تبقاي جالسه مع السيده تتقراي معاها ولا تتقراي ليها الجورنال وداك الشيء، ولا تديري دي زاكتيفيتي معاها، ولا غير مجالسه معاها ولا تتخرجيها الدور. المهم كل ما انتي تجيغي هذاك الشيء. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا في هذا الشيء كومبلوا سيرفيس هو زوين، يعني تتفاهمي بينك وبين الفاميلا ولا ما بينك وبين هذاك الشخص تخدمي عنده، تتكوتيزي، تتزيدي واحد عامين وثلاثة سنين تقدي تطلعي انورو تزيدي في الثمن. البنات اللي تيديروا الميناج كاينين تيديروا لونتروتيان تاع الديور وداك السي، كاينين اللي تيتخلصوا 15 اورو حتى هما بحالهم بحال لو كومبانيومون، راه ماشي تسمعوا الميناج تقولوا الطريفه ناقصه، بعد نوبات الخلاص بحال بحال، ولكن على حسب المدن انتيا اللي فيها. انا كاينين المدن الطريفه تاعهم طالعه، وكاينين المدن الصغيورين والمعيشه فيها صغيورين تتخلص 12 اورو 10 اورو 11 اورو، ولكن على العموم تتكون هذيك تفاهم ما بين الشخص اللي هيخدم او وهذاك الشخص اللي هتقابلو ولا هتدير ليه واحد العمل ولا هتخدم ولا ولا داك الشيء. ما تنساوش بان من تتبغي تفاهم معاهم على اساس انك تخدم معاهم خاصك تفكر الكونجي، يعني بحال هكذا نرجع ثاني مثلا انا
تفاهمت مع الفاميله على اساس انني امشي دائما نهار الحد نقابل هذيك السيده لحد مع الصباح. يعني جو سوي ريسبونسابل، ما نقدش نخوي بهذيك الفاميله، ما نخليش هذيك السيده بوحدها. يعني انا مونجاجيا بانني نمشي نقابلها كل حد، او تنتفاهم مع الفاميله على اساس انني مره هتجي واحد السيده من طرفي او من طرف العائله pour me remplacer de temps en temps، باش تغومبلاسيني دو طون زون طون، اللي كان عندي شي فرح ولا كنت باغا نستريح ولا شي حاجه ولا باغا نسافر ولا شي حاجه. يعني هادشي كله اللي قلت لكم خاصو يكون اتفاقيه ما بينك وما بين هذاك الشخص. سافو لو كو انك تخدم بحال هكذا بعد ما تخدم مع شي عائله بزاف السوايع، ولا تخدم بحال هكذا سويعات يعني اللي حسبتي 15 اورو الساعه ودرتي سبعة سوايع كل نهار، تبارك الله راه تجيك واحد صالير زوين. ما تنساوش بان السيد اللي هاي يخدمك راه من خدام عنده شي كومبلو سيرفيس، راه سي ديدوي دي زامبو، يعني هينقصوا لي في الاخير العام 50% من الضريبه. هذه ضروري خاصكم تعرفوها، واصلا راه الاغلبيه من تيكون خدام شي كونتر سيرفيس تكون عارفها، ولكن كاينين شي بنات ما تعرفوش هاد المسائل. شي كونتر سيرفيس على العموم كله على العموم زوين، ولكن خاص غير واحد يحضر راسو ويكون عارف هاش يدير وهاش يسيني المره الاولى على هذيك الاتفاقيه. يعني انا من جي غنخدم عند ديك السيده، غنجلس معاها هذيك الصبحيه قبل ما نسيني، غنقول لهم شحال تعطوني، ونقول لهم بانني غناخذ واحد جوج سيمان ثلاثه سيمانات في الصيف، يعني خاصهم يلقاو شي حد يغومبلاسيني ولا انا نقلب على شي واحد يغومبلاسيني بس السيده ما تبقاش بوحدها. بيان سور تكون نفهم معاهم على كل شيء، على كل شيء خاص تكون فاهم معاهم. وبيان سور ما تنهضروش غير على في هذا المجال، كاين بزاف المجالات اللي نقدروا نخدموا بهم شي كومبلو سيرفيس، بحال العيالات اللي تيجيو يقابلوا الوليدات في الدار هي هذيك سميتو العيالات بحال هكذا. نقول انا خدامه وما نقدش نمشي نجيب ولدي من المدرسه مع 6 هي هذيك، كنخدم سيده تتمشي تجيب لي الدري من المدرسه ونشي كومبلو سيرفيس تجيبو وتدخلو للدار عدا الساروت، تيبقى بيان سور هذيك المساله تاع تعطيقه وشحال من حاجه هي هذيك، وتجي وتتكوني موجده ليها الماكله تاعتو، يا ديك تتسخن ليه تعطيه ياكل، تتوقف عليه حتى تيدوج، وتتجلس معاه حتى تجي من الخدمه، يعني حتى تنجي من الخدمه. يعني هادشي كومبو سيرفيس فيه بزاف الحوايج بزاف الحوايج، واي حاجه ما تتبغوا تسينو عليها فهذوك الوراقي خاصكم تشوفوا لو بوغ لو كونتر وشحال من حاجه. ودائما تيبقى ان هذاك الاتفاقيه ما بينك وبين المشغل لي ديريكت بينك وبينه تتكون بنيه على الطاقه، تتكون بنيه على 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 سميتو المساعده، على شحال من حاجه فهمتي، تتكون فليكسيبل مره ليا مره ليك، تتعاونوا بحال هكذا. المهم تخدي سميتو واحد المساله اخرى بالنسبه اللي خدمتي بطوموبيلتك، يعني انا غنمشي نجلس مع ديك السيده ومع ديك العشرة ولا العشرة ونص نقد نزهه نمشي ندور انا وياها. يعني خدمت بطوموبيلتي وكونسوميت ليسانس بطوموبيلتي، تكون ديجا في علمها في الوقيته منها نبغي نسني هذاك الكونطرا ما بيني وبين ديك السيده، نقول لها بانني اللي خدمت بطوموبيلتي هتزيدني شي شويه ولا كل شهر تعطيني الربع تاع البلان على حسب السوايع اللي تنديرو على حسب الخارجات، ولا النص تاع البلان فوالا تاع الطوموبيل على حسب ليسانس لك فهمتي، تتفاهمي معاه على واحد لو مونطو في الشهر. فوالا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو تاع شي كومبلو سيرفيس زوين مزيان. صراحه اللي تنعرف بزاف البنات تيخدموا في شي كومبلو سيرفيس. المهم البنات اخوان اخوات اللي ما قلت شي حاجه في الفيديو ونسيتها دخلوا عندي الانستغرام، مرحبا بالتساؤلات مرحبا بالاقتراحات تاعكم.
ايه والله يسر والله يعاون الله يفرح الجميع. المهم الخدمه زينه، الخدمه زينه بالقليل ولا بالكثير الواحد ولا يتحرك شي شويه. وشي كومبلو سيرفيس تقدي تخدمي حتى بالليل، حتى بالليل تقدمي بالنهار وخدمي بالليل. المهم تقدي ديري بشي كومبلو سيرفيس شحال من حاجه. اللي بغيتو شي فيديو اخر بحال هادشي تاع الخدمه قولوها اليوم، نشرح لكم بزاف الحوايج. السلام عليكم، الله يفرحكم الله يسهل لكم، او ما تنسوش ليا لايك وتعليق، او نتلاقاو ان شاء الله في اون نوفيل فيديو. خليت لكم الراحه وتهلاو ليا فراسكم.